والآن لنرى مجموعة أخرى من الصور الجميلة. أذن، أذن. ذراع، ذراع. ذرة، ذرة. ذهب، ذهب. حذاء، حذاء. فخذ، فخذ. قنفذ، قنفذ. ذئب، ذئب. ما رأيكم يا أصدقائي أن نشاهد الصور ثانية؟ هيا نبدأ. ما هذه؟ أذن. وهذه؟ ذراع. أحسنتم. وهذه؟ ذرة. وما هذا يا أبطال؟ ذهب. رائع. وهذا؟ حذاء. وهذه؟ ما هي؟ فخذ. ممتاز. وهذا؟ قنفذ. وهذا يا أبطال؟ ذئب. أحسنتم. والآن لنرى الجهة الأخرى من الدولاب. ماذا تخبئ لنا؟ إنه حرف الذال. إذن يا أحبائي، هذا الحرف اسمه ذال، وصوته وله شكل واحد في أول الكلمة ووسطها وآخرها، ولا يتصل بما بعده أبداً. والآن حان الوقت لنتعلم كيف نكتب حرف الذال. هل أنتم مستعدون؟ أمسكوا أقلامكم واكتبوا معي يا أبطال. هيا ابدأوا الآن. ذال، ذال. أحسنتم. هل كتبتم الحرف بشكل جميل يا أصدقائي؟ وهذه مقاطع حرف الذال يا أبطال. حرف الذال مع حرف الألف يصبح مقطعاً واحداً. ذا. أحسنتم. وأيضاً حرف الذال مع حرف الواو يصبح مقطعاً واحداً. ذو. أحسنتم. وحرف الذال مع حرف الياء يصبح مقطعاً واحداً. ذي. أحسنتم. والآن أحبائي، لنبحث جيداً ونكتشف أسماء الأشياء التي تحوي حرف الذال في الصورة. أين حرف الذال؟ ذراع. ذي. هل رأيتم حرف الذال في بداية كلمة ذراع؟ أذن. ذو. ها هو حرف الذال أيضاً في وسط كلمة أذن. فخذ. ذ. وهذا أيضاً حرف الذال في آخر كلمة فخذ. أصدقائي، تعرفنا اليوم على حرف الدال وحرف الذال، وتعرفنا على صوت حرف الدال د، وصوت حرف الذال ذ، وتعلمنا الطريقة الصحيحة لكتابة حرف الدال وحرف الذال. كما تعرفنا على مقاطع حرف الدال دا، دو، دي، ومقاطع حرف الذال ذا، ذو،